يصدر حكم ضد مريم الدباخ في قضية بربي ما نحبش نحكي فيه الموضوع، ما نحبش نحكي فيه. شوف أنا نختار معارك نتاعي. أصبحت خائف يا هادي؟ خائف من شنو؟ لا مش خايف، خلينا نجاوبك. أنا مذبية مذبية نتعارك مع ناس معناتها هكا عركة، عركة شريفة، عركة راقية، عركة عركة أخلاقية، عركة فيها ضوابط أخلاقية. ثم ناس كتعاركك تعاركك بضوابط أخلاقية، تعاركك برجولة، تعاركك بشهامة، تعاركك بأخلاق، تعاركك باحترام. حتى العرك فيه مستويات. أنا ما نحبش ندخل في عركات تافهة مع 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 ناس يصغروني مش يكبروني. ثم ناس نتمنى نعاركهم أنا ونستفزهم باش نعاركهم، لأنك تطلع بيهم. ثم أعداء، حتى الأعداء تختارهم راو، ما يلزمك تختار أعداء تافهين. يقول لك لا لا اسمع، لا تصارع خنزيرا في الوحل يستمتع هو وتتسخ أنت. معاك لكن وقت لي خنزير ما نقصد حد بالكلمة، نحكي بصفة عامة لأنه مثل هذا. وقت لي خنزير يستدرجك باش يعاركك، هو يحب يعارك في الوسخ، لكن يخاطر يستمتع في الوسخ. لا أما أنت تتوسخ في النهاية. ثم مستوى أنت عارك هادي ما نجموش أنا. لكن أنت مستفز. أنا ما نجموش، أنا ما نجمش نتعارك مع خليقة مثلا. علاش؟ على خاطر الخليقة باش يستعمل كلام الزيت وباش يسب لي أمي، وأنا ما نجمش نرجع عليه بنفس الطريقة. ما نجمش، ما يلزمنيش ندخل لها العركة هذيك معاك. غير أنك أنت في الشارع تتعارك مع واحد خليقة وحاشاك ممسخ وقذر وما عندوش مستوى ومنحط، يجي يسمعك الكلام ما انت غلط دخلت العرك. خاطر ما تنجمش تجاوب، ما تنجمش تسبلو امه، ما تنجمش تترفع على سبلو، ما تنجمش كل كلام زايد، ما تنجمش. الاستفزاز صار من جهتك كذلك، لانه لما اصدرت محكمه طبعا هذاك 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 حقي خذيته، يلزمني نقول راني خذيت حقي وراني مانيش مستمتع بالحكم. تتشفى؟ لا. هل انت سعيد يا هادي؟ هل والله انت تحلم اليوم انك تحط مريم الدباغ وراء القضبان وتكون سعيد؟ لا 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 لا، انا نعمل الناس باخلاقي مش باخلاقهم. انا ما نتمنى لحد الحبس. اكثر واحد عمل لي حاجه خايبه ما نتمنلوش الحبس. فلماذا هذه الشماته في ستاتيو اللي كتبته؟ وين الشماته؟ لا يوجد اقوى من هذا الرد الكافي، ولم تكن هناك طبعا طريقة أخرى لردع شخص. طبعا كان جيت فما طريقة أخرى ألطف، لأنه هامش نعطيك حاجة، كان فما طريقة أخرى ألطف كنت نقبل. ما فما حتى مش مو تعرض علي الـ 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 الإسقاط، وما مريتش مانع، كان عندي شروط موافقوش عليها، ما وصلت المسار القضائي، لأنه المسار القضائي هو الحاجة الوحيدة اللي باش ترد لك الاعتبار يا هادي. من بعد قرر إسقاط تسامح أمورك، أما هذاك اللي يرد لك الاعتبار يا هادي. اليوم استسهال الثلب واستسهال القذف واستسهال انتهاك الأعراض راهو ما عنده حتى رادع. كان القضاء ما هيش حرية تعبير هذية، أنت يجي رجع علي بمستوى معين تو نناقشك، اما انت تتسب. وستنظر احدى الدوائر الجناحيه الابتدائيه يوم الاثنين في قضيه اخرى رفعتها طبعا. انا ايضا ضدها منذ مده بسبب فيديو منتشر ارتكبت فيه جريمه الثلب وتشهير ضدي. وهناك قضايا اخرى جاريه قادمه سارفعها انا ايضا بتهم من اخرى اولها الثرب. قديش عندك من قضيه ضد مريم الدباخ؟ عندي عدد من القضايا. هذا العدد قديش يوصل؟ تو تكتشف. عندي حتى اخر فيديو عملت قضيه، رغم انك لم تذكر فيها بالاسم، ولكن كل شيء المحامين يقرروا كل شيء. فما بارشة تلميحات ومؤشرات تشير إلي أنا بوضوح تام. دونك يوم الاثنين ترفع قضية أخرى؟ شوف يا هادي، يوم الاثنين مش ترفع، رفعت. ويوم الاثنين الجلسة، جلسة الحكم، جلسة حكمية باش يقع فيها الترافع من طرف المحامين تاعي، وباش يدافع على الشكوى تاعي، وباش تصير محاكمة نهار الاثنين هذا، وماهيش اخر قضيه. وفلا تتمناها خلف السجون؟ هادي اختنا من الاسئله هذوما. مهم. ما نتمنى حد خلف السجون، ما نتمنى حد. انا مجبر، مكره اخاك لا بطل، انا مجبر. بالعين يبعثوا لك فيديوهات وتشوفهم؟ والله اقسم لك بالله نبعث المحاميه ديريكت. والله يا هادي ساعات نشوف جملة ما نجمش نحمل نكمل. والله 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 نقول لك ورحمة بابا كما يحلفوا التوانس، والله إلا نشوف. أنا وليت ما عادش نشوف الحاجات الخايبة اللي تكتب
تكتب علي ونتغشش كي واحد يبعث لي بارفو انا بلوكي ما نحبش يا خويا هذا ديزوند نيجاتيف ما نحب مزاجي رايق ما عندي حتى مشكله خليهم يتكلموا كيما يحبوا ثم انا ما عادش ثم ناس ما نرجعش عليه ديريكت القضاء ما نرجعش كريمو